تمويل السلسلة رحل أسبوعين والتنسيق ترد بالتصعيد. ثورة حتى ناخد حقوقنا. شهد الواجب إلى المثوى الأخير. وشهادات زملاء في الشهادة. اللي بيوقف بصيدنية بيضرب التحية للعذراء، بدنا نضرب له التحية. في الخاص، هل تطيح السياسة الرئاسة؟ أمل؟ طبعاً في أمل، ولا عم تحكي مع حركة أمل. الجيش السوري يتقدم على غير جبهة. وفي النشرة، خسوف للقمر بلون الدم الأحمر. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. أتمنى ألا يكون هذا اليوم يوما ظالما بتاريخ المجلس النيابي. بهذه الكلمات اختصر رئيس المجلس نبيه بري حال الجلسة التشريعية التي انعقدت في جلسة مسائية على بحث تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وما كان محظورا قد وقع. كبلت السلسلة بلجنة ووضعت قيد الدرس 15 يوماً، ما أوحى بأن ثمة اتفاقاً مرر تحت الطاولة بين الكتل. فطرح المستقبل إحالة السلسلة على لجنة، والقوات طلبت تأجيل البحث أسبوعين، ولاقاهما التيار الوطني الحر بالقول إن لا مانع من التريث. وبأصوات الأغلبية النيابية رحل إقرار السلسلة أسبوعين لينضم إلى سنتين ونصف من رحلة الانتظار. هيئة التنسيق كانت مجتمعة لحظة تلقفها الخبر، وعلى الهواء المباشر أعلنت عن خطوات تصعيدية اليوم تبدأ باعتصام مركزي في بيروت تزامنا واعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية. وأعلنت أن اليوم هو يوم إضراب للقطاع الرسمي والمدارس الخاصة. وبعيدا إلى حدث من مستوى الدم والدمع، ألقت شعت النظرة الأخيرة على كفر صير، ومعا ذرفتا دمع أجمل الأمهات. أم حمزة بكت دمعتين ووردة وأبكت، زفت ابنها شهيدا ووضعته وديعة بين يدي باريه. لم تنزوي في ثياب الحداد، لكنها اتكلت على ألمها وحزنها، تعد الأيام القادمة بلا ضوء عينيه وبلا ضحكته التي لطالما رقصت قلبها. حمزة ومحمد وجهان لشهادة واحدة ودم نزف على أرض تغطية الواجب. هناك سقط علي، وهنا قال حمزة كلمته ونام. في معلولة وعلى الأرض التي تتلفظ كلام المسيح، ردت رصاصات الغدر التحية على محمد الذي ألقى على مريم السلام في صيدنايا، على أن يلاقيهم حليم اليوم في رحلة الوداع الأخير. في أسبوع الآلام ارتقيتم شهداء ثلاثة إلى منزلة الأنبياء، وستبقون في الذاكرة، حقا ستبقون. ولشهداء الزملاء نقول: معلولة رجعت عيون خضرة، ومهرها أغلى الشباب. إذن سلسلة الرتب والرواتب تحال من جديد إلى لجنة نيابية وزارية، ومجلس النواب ينقسم حول الموضوع. تقرير كريستين حبيب. كلام النهار محاه الليل، واقتراح الرئيس فؤاد السنيورة بإعادة السلسلة إلى لجنة لدراستها، الاقتراح نفسه الذي لاقى اعتراضا صاخبا صباحا نجح بالتصويت مساء. مداخلة النائب ألاعون خلال الجولة المسائية من جلسة دراسة السلسلة أوحت بأن تركيبة ما على وشك إبصار النور، إذ قال عون إن تكتل التغيير والإصلاح قد يسير في قرار التريث قبل إقرار السلسلة.
مداخلة النائب جورج عدوان كانت عملية أكثر منها نظرية، فقد رفع عدوان مقترحا للائحة جاهزة بأسماء أعضاء اللجنة الجديدة لدراسة السلسلة. سريعا رد الرئيس نبيه بري بأن الاقتراح مرفوض، لكن اقتراح عدوان حرك السنيورة من جديد، وهو اعتبر أن القضية لا تحل في الهيئة العامة بل يجب تحضيرها بشكل مدروس. في هذه الأثناء وبالتزامن مع كلمة النائب سامي الجميل التي دعا فيها إلى تنظيف الدولة من الفساد بدل نهب جيوب اللبنانيين، كان الاقتراح قيد الإعداد، انشغل به النواب عدوان وعون والسنيورة ورفعوه كاقتراح صوت عليه المجلس بأكثرية 65 صوتا مقابل 27 صوتا رافضا. هناك 745 مليار ليرة لبنانية غير موثوقة التحصيل، وأن التحصيل خلال 2014 سيكون فقط بحد الأقصى 600 مليار ليرة. من هذا المنطلق نحن طلبنا إعادة النقاش جديا بكل واردات السلسلة وبأرقام السلسلة. شو منفيد الناس إذا أعطيناهم سلسلة وحملناهم أيضا الغلاء بالاتفاقها؟ شو منفيد الناس إذا أعطيناهم سلسلة وحملناهم ضرائب غير نضرب فيها المؤسسات القائمة واللي على أساسها نحن افتكرنا أنه رح نقدر نحصل منها مصاري؟ بقدر ما نحن حريصين لأنه الناس تحصل على حقوقها اللي عم بتطالب فيها، ما بدنا الحصول على هذه الحقوق يكون لفترة قصيرة بعد وقت يؤدي أي عمل غير مدروس، لأنه ينصاب كل الاقتصاد اللبناني، وبالتالي نكون عم نوصل لنتائج معاكسة من النتائج يلي نحن بدنا إياها. مؤسف ما حصل اليوم بعد هذا الانتظار لأصحاب الحقوق، ومؤسف أكثر ألا نقرن القول بالفعل بعد كل الذي حصل وبعد كل هذا الانتظار التي انتظرته هيئة التنسيق بما تمثل من قطاعات صاحبة حقوق، وأن نصل إلى هذا اليوم وأن نعيد الأمور إلى نقطة الصفر. يقوم الاقتراح على إقفال المناقشة بالسلسلة وتأليف لجنة تضم النواب ألا عون، جورج عدوان، إبراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، عري حلو وسامر سعادة، إضافة إلى وزراء المال والاقتصاد والتربية والتنمية الإدارية، إلى جانب حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الخدمة المدنية، على أن تكون مهلة عمل اللجنة أسبوعين تعود بعدها إلى مجلس النواب. نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الذين صوتوا ضد الاقتراح رفضوا المشاركة في اللجنة التي علق الرئيس بري على تأليفها قائلا: أنا ضد وإن شاء الله ما يكون يوم ظالم بتاريخ المجلس النيابي. هيئة التنسيق أعلنت الإضراب الشامل اليوم في المؤسسات العامة كافة وفي المدارس الرسمية والخاصة، رفضا للمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فيما أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار عدم التزام المدارس الكاثوليكية بالإضراب، داعيا جميع المعلمين إلى الحضور للمدارس. حيت هيئة التنسيق النقابية آلاف المعلمين والموظفين الذين احتشدوا أمام المجلس النيابي ورفعوا أصواتهم عالية ضد أخطبوط المصارف والطغمة المالية ومن يسير في ركبهم من النواب، وذلك في الاجتماع التقويمي لتحركاتها الذي عقدته في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي أونيسكو، وعاهدت الجميع أنها لن تتراجع حتى إقرار السلسلة خالية من الألغام والشوائب التي دسها تقرير اللجان النيابية المشتركة، والذي يأخذ من الموظفين والمعلمين أكثر بكثير مما يعطيهم. وخلصت إلى إعلان الإضراب الأربعاء وتنفيذ الاعتصامات عند الساعة 10 صباحا استنكارا لاستهتار بعض الكتل النيابية بحقوق ثلث الشعب اللبناني، وردا على المماطلة في إقرار السلسلة وعدم حذف البنود الجائرة من تقرير اللجان النيابية المشتركة. وفي الإدارات العامة إضراب يوم غد استنكارا لعدم إقرار السلسلة ولعدم إقرار الحقوق في السلسلة ومن أجل إلغاء البنود الجائرة الواردة في مشروع السلسلة وعدم فرض ضرائب على الفقراء في مشاريع السلسلة. هذا أولاً. ثانياً، الدعوة بالترافق مع الإضراب غد الساعة 10 صباحاً، اعتصامات في جميع مراكز المحافظة بالسرايات، أما في بيروت في كافة الوزارات،
مع اعتصام مركزي امام وزاره التربيه. هيدا الكلام موجه لمعلمي المدارس الخاصه. السلسله انتم صرتوا خارجه. عبكره يجب ان يكون هناك انتفاضه في مدارس التعليم الخاص لهذا الاستهزاء والاستهبال لمعلمي المدارس الخاصه. جميع معلمي المدارس الخاصه بكل محافظات لبنان بكل مدارس لبنان مطلوب منهم تنفيذ قرار نقابه المعلمين اللي اخذته بعد الظهر بالاضراب غدا بتوصي من هيئة التنسيق النقابية والتوجه إلى السرايات بالمحافظات وبمحافظة بيروت إلى وزارة التربية الساعة 10 قبل الظهر. بدوره دعا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر الموظفين والإداريين في كل المحافظات إلى الإضراب وتنفيذ الاعتصامات. وتعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا الثانية بعد ظهر الأربعاء أمام المجلس النيابي لتفنيد ما ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة من ألغام ومن مواد تشوه السلسلة وتطيحها تحت زعم الإصلاح الذي هو مطلب أساسي من مطالب هيئة التنسيق النقابية. وكانت هيئة التنسيق النقابية قد حذرت مجلس النواب من تعطيل القطاع التعليمي إذا لم تقر السلسلة بلا تشوهات. بسلسلة أسلاك حصرت السلسلة المطلبية وأهلها، حصار اخترقته هيئة التنسيق النقابية لتعبر إلى مجلس النواب حاملة مذكرة ترفض فيها تجزئة السلسلة وتفكيكها. ومجدداً اعتصم أعضاء هيئة التنسيق رافعين الصوت علهم يخرقون جدران البرلمان بحيث يسمع من له أذنان، يسمع أصواتاً بحت من كثرة الصراخ. لا مساومة على حقنا بالـ 121%، لا تفاوض ولا مساومة على حقوق أساتذة التعليم الثانوي. إن أي ضرب لحقوق أساتذة التعليم الثانوي في 60% لقاء الزيادة في ساعات عملهم سيدفع رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى الإعلان الفوري للإضراب في جميع الثانويات ودور المعلمين وإلى تصعيد التحركي وصولا للإضراب المفتوح ومقاطعة أعمال التصحيح. أما ابتداء من صباح غد معلمو المدارس الخاصة بدهم يكونوا بالشارع، وإلا ما فيش رسلي ونعمي محفوظ سيستقيل من منصب النائب. أنا ما بكفي، عيب نهو هالمهزل اليوم. ريحوا البلد، ريحوا الشعب اللبناني، ريحوا المدارس، ريحوا الإدارة العامة. البلد بكفي مشاكل أمنية وسياسية، حلون لها المشكلة اليوم بما يحفظ حقوقنا حتى نقول عملتوا شيء بتاريخكم مقبول، وإلا ستروب بالشارع ابتداء من صباح غد ثورة شعبية. وأنا بقلكم ابتداء من التعليم الخاص، ابتداء من التعليم الخاص ثورة حتى ناخد حقوقنا. حكم ضميرك واختر قرارك، هالمعتصمين ناطرين قرارك. التحرك انفض بخطوات تعلن بدء تحرك جديد بعنوان واحد ثابت لا يتغير، سلسلة الرتب والرواتب. نانسي السبع، قناة الجديد. بلدة شعث البقاعية شيعت الزميل حمزة الحاج حسن إلى المثوى الأخير. لعله التقرير الأصعب في حياتي يا حمزة أن أقف هنا في شعث أنتظر جثمانك ليعلنك شهيدا في سطور متلفزة. هذا ليس بحثا جامعيا نعده سويا على درج كلية الإعلام كما اعتدنا في 3 سنوات أمضيناها زملاء على مقاعد الدراسة، وإلا لكان أسوأ سيناريو متوقع. هذه هي الحقيقة، أنت الصورة والخبر. حمزة الحاج حسن مراسل قناة المنار شهيدا. سقط حمزة مع رفيقيه حليم علا ومحمد منتش أبو جعفر شهداء الغدر في معلولة أثناء تأديتهم واجبهم المهني. انتظر رفاق حمزة الجثمان منذ الصباح في بلدته البقاعية. حضر حسين حمزي وعباس فنيش وغالبية الزملاء في قناة المنار لوداعه. صور حمزة ازدانت بها شوارع البلدة والبقاع بأسره إلى جانب رفيقيه. اللحظات الأصعب كانت على عائلته التي انتظرت جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخير. متوقعين بأي لحظة يكون شهيد الواجب الإعلامي، لأنه
التكفيريين مش عم يميزوا بين إعلامي وغير إعلامي. شو ودعته للمنفال؟ شو وصيته؟ شو قلت له؟ قلت له الله معك يا بي، انتبه لحالك، والحمد لله رب العالمين. نحن بنشكر الله وبنحمده واللي الله بعته وأخده. نحن نعتز بشهادته، نحن نكبر بشهادته. من يقاتل الإعلام اليوم ومن يقاتل الإعلاميين هو يقاتل الإله، يقاتل الحق، لأن الصحفي واجبه أن يقول الحق دائما. حمزة رافقه الفخر من صغره، وكبر حمزة وأخذ شهاداته حمزة، وحمزة كان مميز. أولادنا عم تبكيه، أولادنا عم تقول عنه بطل مع أنه ما حمل سلاح، ولكن الكلمة بتتحول رصاصة أهم من رصاصة. جثمان الشهيد حمزة الحاج حسن شق طريقه في ساعات بعد الظهر من مستشفى دار الحكم في بعلبك على وقع نثر الأرز وزغريد التي استوقفته في أكثر من محطة على الطريق. من لزينب يواسيني قوم أمة واندبي جميعا. إلى أن وصل الموكب إلى شعث، وهنا كان عرس حمزة تزفه والدته وشقيقته وأشقاؤه وكل من أحبه. يا حمزة عشق دربي لسنا ننسى. جولة أخيرة لحمزة مسجن في نعش داخل منزله قبل أن يحمل على أكف رفاقه في المنار إلى جبانة الشهداء ليوارى الثرى. ماذا يقول رفيق الطفولة وأصدقاء حمزة في تقرير لرامز القاضي؟ لكل من أحب حمزة وعرفه زميلا أو صديقا أو جارا في شعث قصة مع حمزة وذكرى طيبة. زميله في قناة المنار حسن حمزة، أو كما يقول نصفه المهني الآخر، رثاه على طريقته أثناء انتظار الجثمان. حمزة هيك كان يحب يجي على بلده، لأنه حتى لما كان يجي بعادته حمزة كان يجي بهذا الصخب وبهذا الضجة التي كان يعملها، لأنه كان له وقعا كبيرا، إن كان في العمل وإن كان بين رفاقه وأنت تعرف رامز، وإن كان في غرفة الأخبار. أنا من بين الأشخاص الذين سيفتقدون حمزة إلى أبعد الحدود، لأنه يعني نصف الآخر بالعمل، هو الذي يجلس إلى جانبي وهو الذي يشاركني في خزانة تبديل. قلت عليكم بالميدان كان يعني حمزة الحاج حسن حسن حمزك، وكأن يعني اسم كون مكمل لبعض. صحيح. حمزة كان بعرف أنا كان يكتب شعر. نعم كان شاعرا وكان مؤثرا بالشعر وكان متابعا للشعر، يعني كل ما حدا يحكي شيء خاصه بالشعر دغري يستفز انه شو مين اللي عم بيقول، شو اللي عم بيقول وشو اللي عم يحكي. خسارة حمزة، نعم خسارة كبيرة جدا للجسم الإعلامي ولقناة المنار، ولكنه مكسب لضخ هذه المسيرة بمزيد من الدم. وهذا وسيم عرابي مراسل تلفزيون لبنان جاء من مزبود في إقليم الخروب ليودع زميلا في المهنة والدراسة. يمكن لو شفته لحمزة ما بعرف شو كنت قلت له قبل ما يطلع على سوريا. أنا شفته قبل من شهر، ما بعرف، حسيت أنه يمكن كنت قلت له فكر أكتر بقرارك، بس هيدا خياره وأكيد هو يعني مقتنع فيه 100%. فإن شاء الله تكون روحه بالسما، وبدي له رح نشاله كتير نحنا. ليلى يلي كانت شخصيته الوهمية بأشعاره هي اليوم صارت حقيقة وعم تبكي. وأيضا للزميلة شيرين ناصر كلام تودع به الزميل حمزة. أول شيء بقول أنه بدي هنيه بالشهادة لحمزة، بقول يا ريت يا رامز قدرنا نجي ونحن على شعب مش لنودع حمزة، بس بالآخر ما فينا إلا ما نهنيه على خيارون. الله يرحمه، بس بدي أقول له لحمزة أنه فراقه صعب علينا. أما الأقربون فكان المصاب أشد إلاما. فراس رفيق عمر حمزة وجاره دخلنا معه إلى منزل حمزة الذي يتقاسم معه كثير من الذكريات. حمزة هربي من الضيعة، كتير محبوب، إنه وزير كتير محبوب، كتير شاطر، كتير حب يقرأ، حتى كان إنه عامل مثل عرزال، كان عامل عرزال على السطح بال 2002 يقعد يقرأ فيه بعد الظهر، تلاقيه قاعد حمزة كتب كتير. بعرف نحن كنا بعرف من أيام الجامعة، يعني كان
ما يسد تجي الجمعة أو شيء بدي أطلع الضيعة. عنده حتى عم يخبروني إنه قبل ما تيسر على سوريا مرأة عماته سلم عليهم هيك قاعد يمزحوا وياهم وهيك. عنده أربع شباب هن وحمزة كان الخامس وأخت وحيدة سمية. في لقاء الأخير بك يا حمزة قبل أسبوع في المجلس النيابي كنت مستعجلا الرحيل إلى هنا إلى شعث، فأنت لم تكن تهوى البدل ولا الرسميات، وكأني بك مستعجل لارتداء ثوب الشهادة في معلولة. لك ما أردت ربما ولك منا أن نذكرك دائما زميلا ناجحا ومقداما في حياة مهنية كنت تستحق أن تكون أطول. من أمام منزل الزميل الشهيد حمزة الحاج حسن في شعث، رامز القاضي، قناة الجديد. وكما بلدة شعث بلدة كفرصير الجنوبية تودع شهيدها محمد مندش. أبو زعفار يا حبيبي بطلع. 25 عاما وأبو جعفر كغيره من المصورين في الميادين بقي الجندي المجهول، لكنه لطالما كان بالنسبة لقناة المنار الجندي البطل وموثق انتصارات المقاومة. اليوم وبعد 25 عاما من إيصال الصورة فقدت عدسة المنار بطل الميدان. محمد منتش ليس مصورا فحسب، بل هو مسؤول الإعلام الحربي لحزب الله في منطقة القلمون ودليل الصحفيين إلى سوريا. أبو جعفر لم يشبع من تنويهات السيد حسن نصر الله العديدة له، بل أحب دائما أن ينال الشرف الأرفع وهو الشهادة. وقبل مغادرته منزله وعائلته المؤلفة من شابين وفتاة ودعهم كالعادة كأنها المرة الأخيرة. كان كل الأخوان يروحوا 10 أيام 15 يوم، هو كان يروح شهرين ونص، يعني هلأ لاي 10 أيام قعد شهر ونص. هو كان يعني بده هاي الشهادة، هو من زمان متمنيها مش من هلأ. يعني بكف إنه أنا صرت بنت شهيد، يعني هيدا فخر كبير لإلي، ورفع رأس ورفع رأس أهلي. أنا ما قدرت وضعه منيح. ليه؟ لأنه أنا بالجامعة ببيروت فما قدرت وضعه منيح. ما حكيتي على التليفون؟ بلا، كنت كل فترة أحكي بس بضلوا على التليفون، ما كنت شوفه كتير. اليوم ودعتي اليوم؟ هو كان قايل لي بعد يومين جاي، فعلا اجى بعد يومين بس اجى شهيد. خارج المنزل وفي ساحة كفرصير شابان فخوران ببطل رفع رأسهم، فعبد الكريم ومصطفى وزعا الحلوى فرحا بشهادة والدهما قبل تشييعه في البلدة، وكيف لا وهو حلم كان يتمناه. محمد أو أبو جعفر كما عرفه الزملاء ممن دخلوا سوريا في الأونة الأخيرة كان مبعث الأمان لهم، فهم لم يدخلوا أي ميدان إلا بمرافقته ورعايته. اللي ما بيعرفه هو كان مثل ما بقوله الجند المجهول، يعني كل اللقطات والصور اللي كانت عم توصل كان بفضله. كانت هو عادة حاج أبو جعفر البسمة ما بتروح عن وجهه، وبالضبط حتى وقت استشهاده طلعت فيه لقيت البسمة بعدها موجودة على وجهه. أو مين ما بيعرف حمزة؟ حمزة أجمل أيام عمر معه. حمزة نحن بنقول نياله، ومبارح أنا هيك قلت لهم للشباب، قلت لهم إن شاء الله هن السابقين ونحن اللاحقين إن شاء الله. كنا ما نتحرك داخل سوريا إلا وراء أبو جعفر، يعني كل التلفزيونات تكون ماشي وراء لأن ما حدا بيعرف شي جوا. كان عم يحتفلوا بقلعة الحصن، قلت له بدي ذكرى منك، عم شايل رصاصة من مصر وعطيني إياها، قال لي بس يا دلي إذا صار شي كيف بدك تهرب يا جهاد. أبو جعفر كما زميلنا الشهيد حمزة والشهيد حليم ناموا قرري العين في معلولة، فهم الذين ذهبوا ليوثقوا هزيمة التكفيريين، فإذا بهم يصبحون الانتصار. فهنيئا للإعلام والصحافة بشهداء حملوا رسالتهم إلى كفنهم. من كفرصير الجنوبية، نوال بري، قناة الجديد. في وداع حمزة ومحمد وحليم كلمات ممزوجة بالدم والدموع لزملاء الصحافة. ترك حمزة مكتبه وتوجه مع محمد وحليم إلى معلولة صباح الاثنين، تاركا وراءه دفترا ضمنه وصيته: سقطنا شهداء ولم نركع، انظروا دماءنا وتابعوا الطريق. حمزة الحاج حسن ابن الأعوام 27 كبير إخوته والصغير بين إخوته في المنار، الصغير المشاكس الممازح اللطيف البشوش الشاعر في عيون من أحبه وما أكثرهم. يعني حمزة فوت لعندي وفنجان قهوة بإيده،
يعني هذا المشهد على طول يعني مكرر كل يوم، والابتسامة على وجهه، حمزة الشاعر اللي بيكتب شعر، اللي بيكتب خواطر، اللي واللي بنفس الوقت هذا المقدام الشجاع المتحمس اللي أوقات بدك تلجمي عن اندفاعته. أحلى شخص بيروي قصص بالدنيا هو حمزة، أحلى شخص ممكن يسمعك بيتين شعر يروق لك راسك بعد نهار متعب ومقرف هو حمزة. فعلاً عندما يوصف بصاحب الوجه البشوش هو هيك، شجاع مش بس بكلمته، شجاع بتصرفه بسلوكه، وشخص قد ما بدي كان بحب الحياة، ما بعرف ليش استعجلت عليه. ومع حمزة استشهد الجندي المجهول أبو جعفر محمد منتش الجنوبي من مواليد عام 65، وهو صاحب الصورة هذه. امبارح سمحت لحالي أنا إنه حط لك إياها يا أبو جعفر، لأنه اللي بيوقف بصيدنية بيضرب التحية للعذراء، بدنا نضرب له التحية. محمد قصة أخرى، محمد هو المصور الحربي. مثل النسر بيبقى قدامنا ماشي أو قلوبكم. من يومين قلت له يا حاج نزيل ارتاح، قعد لك شي يومين بلبنان، قال لي بدي أنزل، بس مش رح أنزل قبل ما نخلص لك الأمور. أما ثالث الشهداء فالتقني حليم علاو من جيل أبو جعفر ومن أول جيل في قناة المنار. حليم عنده 6 أولاد، الأخوة مسؤولينه بالمديرية التقنية كانوا يمنعوه أنه حليم أنت مش مفترض تروح أنت. فحليم كان كل مشوار يعني هلأ آخر 4-5 مهام على القلمون كان هو يتصدى ويروح. طلعني ومدلي الكابلات، وكانت معارك كتير عتليل كتير قاسية. وهيك أنا ورايحة قربت هيك لعنده، عطيته هيك كعك العيد. هو كان عم يشتغل وعم بيضب الموتور عم هيدا، قلت له ليك أنا ما عم ضيفك، أنا عم برتلك عشان بركي بدي أطلع رسالة. بعد صار يضحك قال لي من دون ما تبرتليني بطلعك. يكفيه فخرا أنه استشهد مع حليم علاو اللي صار له 20 سنة بهاي المؤسسة، 20 سنة على خطوط النار. ويكفيه فخرا أنه استشهد كمان مع محمد منتش اللي يمكن بعدسته مصور معظم عمليات المقاومة بالجنوب ضد إسرائيل، واللي بيستشهد مع هيك اثنين، مع هيك شخصين، مع هيك تاريخين وعملاقين، بتصور انه كتير الله شايفه رغم صغر سنه، انه هو مختصر يمكن بطلعته مبارح من الضاحية على معلولة، مختصر مسيرة 20 سنة يمكن. في وداع الشهداء الثلاثة عزيمة لا تخلو من غصة تختنق وراءها الدموع. دايما كنت أقول له ألمك كتير حلو، بكرة إذا صار معي شيء أنت بتكتب لي النعوة تبعيتي، ألمك مميز يا حمزة. ما كنت بعرف أنه نحن هلأ منا نوقف، حمزة ورانا صار صورة، بس أنت بقلبنا ما حننساك وما حنترك هيدا المسيرة اللي أنت قدمت دمك كرمالها. أصعب لحظة وأصعب مهمة أنك تجي على مكتبك، بدك تكوني قوية وتقدري تكتبي عن شخص ما بينكتب عنه. رح نشتاق لك، فراقك كتير صعب، كتير كتير صعب كتير. من هذا الباب خرج حمزة ورفاقه في مشوار خط نهايته بحبر قلمه، وها هو حبر دمه يمتزج بدموع زملائه ليخط كلمات تحاول أن تفيه ورفاقه حقهم. من قناة المنار رونا حلبي، قناة الجديد. بعد الفاصل استقالة الوزان بتصرف وزارة الصحة. أهلا بكم من جديد. لأن الاستحقاق الرئاسي منسي في ظل ما يجري من أحداث مطلبية، كاميرا الجديد استطلعت آراء النواب حول هذا الموضوع وعادت بهذا التقرير. وحيدا حتى اللحظة أعلن حزب القوات اللبنانية ترشيح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، والأربعاء ستستكمل الخطوة بإعلان جعجع مشروعه للسنوات 6 الرئاسية إذا ما انتخب. ولذلك توجهنا إلى ساحة النجمة لسؤال الناخبين عن مرشحهم قبل انقضاء المهلة الدستورية للانتخاب في 25 من الشهر المقبل. بدك تسألي القيادي بتيار المستقبل. نحن روبير غانيم، مين دكتور جعجع والدكتور جعجع والدكتور جعجع. احنا مستندين على انه الشيخ سعد مرشح، اول مرشح لدكتور سمير جعجع. طب وين صارت الانتخابات؟ قريبه. الكتائب شو عم بيقولوا؟ التيار المستقبل شو عم بيقولوا لكم؟ نحن باجتماعات بهالموضوع وبانتظار جواب بوقت قريب يعني جدا.
طيب الكتائب شو حيعملوا بترشيح سمير رجاج؟ حيكون في ترشيح للرئيس؟ رجعنا لسه عنا سلسلة هلا قبل الرئيس، ولو انتو نيو تي في لازم يكون همكم سلسلة قبل الرئيس. فهمنا رئيس مش فرق، اكيد بدنا رئيس، اكيد ما بدنا فرق. حيكون في تسليم لترشيح سمير رجاج ولا لا؟ في انتخابات استاذ معين بين دكتور سمير رجاج والرئيس امين جميل؟ يعني بعتقد انا الرئيس امين جميل مع محبتي واحترامي الكبير له اخذ حظوظه وقدم اللي عنده، بعتقد بيسوى كمان نحن انه كمان نشوف قياده كمان جديد. رئيس شو هلا عم نبحث سلسله الرتب والرواتب ونسينا؟ لا ما نسينا اكيد، بعد ضمن الاستحقاق. طيب هلا انتم كيف بدكم تدعموا ترشيح سمير جعجع وبدكم تدعموا ترشيح 8 اذار؟ يعني انتم وين؟ نحن بس نجتمع منقرر ما في ضروره بعد ما حكينا ولا اجتمعنا ولا قررنا ولا سمعنا بعد في حدا ترشح الا دكتور جعجع ضده ولا ما؟ ما حددنا بعد. اي متى رئاسه الجمهوريه؟ في اكيد في 14 أدار نقوا بالمبدأ مرشحهم سمير جعجع أقل القوات، حركة أمل و 8 أدار شو حيعمل؟ أكيد أنت من هذا الحكي أكيد. هلأ مين ما كان بحق له يترشح أو ما يترشح يعني على هيدا الموقع أنتو مين فبكير بعد بكير بعد. نحن عندنا مرشحنا، نحن بدنا نأيد العماد ميشيل عون حكما. بدنا رئيس جمهورية. طب مين؟ مين عم تسأليني لإلي؟ انا بدي الجنرال عون غير اذا ما زبطت. لا منشوف توافقي منشوف منشوف. طب لا جد 14 اذار حقرر انا مع الجنرال انا مع الجنرال عون. طب اي متى؟ ان شاء الله قبل 25 ايار ان شاء الله قبل 25. نعم برئيس جمهورية بعد ما قررنا رح ننتخب رئيس. طب دكتور سمير جعجع بعد ما اخذ تأييد حدا ياخذ تأييدك؟ بده يجتمع تجتمع 14 اذار وتقرر مين مرشحها هو من بين المطروحين. حضرتك بتوافق؟ من بين المطروحين. اي متى حتبتوا بترشيح دكتور جعجع؟ ان شاء الله قريب قريب لانه بعد في ان شاء الله. لا وحيد هو المرشح. لا ما بعد لانه حيكون في رئيس هي المبدا. ان شاء الله طبعا ان شاء الله ان شاء الله. يبدو ان النواب يتذرعون بالعمل التشريعي لبت الاستحقاق الرئاسي، إنما نادين موسى المرشحة أيضا لملء الكرسي الرئاسي حضرت إلى المجلس وكان لها رأيها في الاستحقاق أيضا. مأمنة يعني أنت تجي مأمنة؟ ليش لا حقي؟ لا مأمنة أنه حيكون في انتخابات؟ إيه لازم يكون في انتخابات بكفي فراغ. طب ومين حيدعمك؟ الشعب اللبناني رح يدعمني، هو رح يعمل قوة ضاغطة على النواب تينتخبوني. متأملة هذا الموضوع؟ إيه أنا واثقة فيها. في أمل؟ أمل؟ طبعاً في أمل، ولا عم تحكي مع حركة أمل، في أمل. فعلاً 14 أدار مش ناطرة قرار، أما التسويات بتصير خارج الوطن، عم تعمل قرارها من داخل الوطن. قد يرى البعض أن كلمة السر لبت هذا الاستحقاق ليست بين أيدي هؤلاء النواب، بل في مكان أبعد بكثير من ساحة النجمة. رشا الكرم، قناة الجديد. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. شيعت جمعية المشاريع في مخيم عين الحلوي الشيخ عرسان سليمان الذي توفي متأثرا بالجراحة التي أصيب بها إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأربعاء الماضي داخل المخيم، وصلي على الجثمان في مسجد صلاح الدين داخل مخيم عين الحلوي، ووري في مقبرة درب السيم جنوبي مخيم عين الحلوي في موكب حاشد، وسادت أجواء الحذر والترقب وأقفلت بعض المؤسسات أبوابها تحسبا لأي طارئ. وكانت لجنة المتابعة المشتركة اللبنانية الفلسطينية في منطقة جدرة قد نظمت اعتصاما تضامنيا في ساحة الأقصى في بلدة وادي الزينة استنكارا للأعمال الإجرامية التي حدثت وتحدث ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم عين الحلوي والجوار، وآخرها استهداف الشيخ سليمان. بعد لقائه رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي وسيم الوزان، وصف وزير الصحة وائل أبو فعور وضع المستشفى بالمأساوي، معلنا أن الوزان وضع استقالته في تصرف وزارة الصحة. هو تخلي أو تخلف الدولة عن كثير من مسؤوليات تجاه المستشفى، جزء آخر هو مشاكل داخلية، جزء آخر له علاقة ببعض الأوضاع السياسية المحيطة بالمستشفى، مما أدى إلى وصول المستشفى إلى الوضع الذي وصلت إليه. الأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الاستنزاف الدائم، كل فترة الدولة تبادر إلى دفع مبلغ مالي، المبلغ المالي يساهم في بقاء المستشفى فقط يعني
باستمرارية، ولكن بتدني بالخدمات، بتدني بنوعية الخدمات، بتدني بعدد المرضى الذين يمكن استقبالهم. كان المستشفى ممكن كان فيه 400 سرير، اليوم عم بيشتغل المستشفى على حوالي 200 سرير. زار وزير التربية الياس بوصعب مدينة صيدا بدعوة من النائبة بهية الحريري، حيث شارك في حفل توزيع الجوائز على الفائزين في معرض لبنان العلمي الثامن الذي نظمته شركة أنتيل الدولية بالتعاون مع جامعة الروح القدس في الكسليك ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في ثانوية رفيق الحريري. ما بعتقد عنا اليوم حل نهائي لموضوع السلسلة. هذا الموضوع صار له كذا سنة وعم يتأخر بدون سبب، يمكن لأنه ما كان في حكومة وما كان في مجلس نواب عم يجتمع. انظلموا كتير الأساتذة والمعلمين وكل القطاعات طبعا بسبب التأخير، بس هيدا مش معناتها أنه اليوم رح الأجواء بتقول رح ينتهي النقاش من موضوع السلسلة. في اختلاف على موضوع التمويل، وفي حقوق وحقوق مكتسبة وهيدي لازم نضل واقفين حدها ونحكي فيها، وفي أرقام عم تتناقش. أمام وزارة التربية اعتصم الأساتذة الثانويون الناجحون في المباراة المفتوحة للمطالبة بحقهم في التثبيت. وعذرا يا معالي الوزير، فمن حقنا أن نرفع صوتنا للمطالبة بحق، فنحن خضنا المباراة المفتوحة التي انتظرناها طويلا بعد تخرجنا وتجاوزناها بنجاح. نفذ عمال غب الطلب في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في النبطية إضرابا ترافق وإقفال الطريق العام أمام أبار مياه فخر الدين على الطريق العام في الكفور طول النبطية، وأشعلوا الإطارات رفضا لعدم شمولهم بالتثبيت إسوة بغيرهم من عمال مؤسسات رسمية أخرى. ولوح المعتصمون بالتصعيد في حال الاستمرار في تجاهلهم وإهمال مطالبهم. اعتصم عمال ومستخدمو مصلحة مياه لبنان الجنوبي في منطقتي الزهراني وأقليم التفاح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وعمد المعتصمون إلى قطع الطرقات الرئيسة بعض الوقت بالأطر المشتعلة مطالبين بتثبيتهم في ملاك المؤسسة وبتحسين رواتبهم وظروف عملهم. لدى رعايته افتتاح ورشة العمل المتخصصة للإعلاميين في شأن الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد في وزارة الإعلام، رأى وزير الإعلام رمز جريج أن هذه المشكلة التي غاب حلها عقودا طويلة بسبب التجاذب السياسي حول مسألتي التجنيس والتوطين تتطلب من الدولة الاعتراف بحقوق هذه الشريحة المهملة التي تعيش على هامش المجتمع. الأمن الداخلي ومفرزة زحل القضائية يكشفان ملابسات جريمة قتل المواطن محمد إبراهيم في بلدة حرست البقاعية. أوقفت قوى الأمن الداخلي المشتبه فيه خاء صاد من مواليد عام 50، وهو لبناني وأحد مالكي مؤسسات الأقمشة، وقد اعترف بإقدامه مع ميم جيم من مواليد عام 63 على قتل المواطن محمد إبراهيم من مواليد عام 45، وهو مندوب مبيعات لإحدى مؤسسات تجارة الأقمشة، وقد عثر على جثته في محيط بلدة حزرت البقاعية في سيارته بعد تعرضه للضرب بآلة حادة. ونتيجة استجوابهما تمكنت مفرزة زحل القضائية من كشف ملابسات الجريمة، حيث أفاد المشتبه فيهما أنهما خططا للجريمة مسبقا وأقدما على قتل المغدور في مؤسسته ببلدة شتورة ونقلاه بواسطة سيارته إلى محطة ظهور زحل بهدف الإيحاء بأن الوفاة وقعت قضاء وقدرا نتيجة حادث، وذلك بعد سرقتهما 67 ألف دولار أمريكي من الضحية. وأوقف أيضا اللبنانيان عين صاد من مواليد عام 48 وحاء حاء من مواليد عام 76 لكونهما ساعدا الجانبين في إخفاء بعض الأدلة الجرمية، وضبطت أداة الجريمة وهي عبارة عن مطرقة والمبلغ المسروق إضافة إلى السيارة التي استعملت في الجريمة، وأودع الموقوفون القضاء المختص. بعد الفاصل إعفاء الأمير بندر من مهامه. أهلا من جديد. أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير بندر بن سلطان من مهامه كرئيس للاستخبارات السعودية بناء على طلبه وتعيين يوسف الإدريسي مكانه.
الجيش السوري يسيطر على معلولة والصرخة والجبة ويتقدم في حوش عرب في القلمون وفي حمص القديمة. قتل طفل وأصيب 41 آخرون معظمهم من الأطفال من جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون على مدارس في بابتومة والدويلعة بدمشق، فيما أعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار إلى معلولة والصرخة والجبة وسيطرت على مرتفعات حوش عرب آخر معاقل المسلحين في القلمون وعلى التلال المشرفة على مدينة كسب. وأفادت قناة الإخبارية السورية نقلا عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة عسال الورد في القلمون بريف دمشق بعد القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وفرار الباقين منهم، في حين قالت شبكة شام إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وقوات النظام على جبهات عدة في بلدة المليحة بريف دمشق وسط قصف عنيف أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وإحداث دمار بمنازل المدنيين. وينفذ الجيش عملية عسكرية في الأحياء القديمة بحمص، وقد أفاد مصدر عسكري رسمي أن وحدات الجيش السوري حققت نجاحات في بلدة حمص القديمة وهي تتقدم باتجاه جورة الشياح والحامدية وباب هود ووادي السياح، فيما قضت على عدد من المسلحين. كما قضت وحدات من الجيش السوري على عشرات المسلحين في محيط الكويرس وجديدة والمدينة الصناعية وسجن حلب المركزي، واستهدفت تجمعات المعارضة في أطراف جبل النسر في ريف اللاذقية الشمالي وأوقعت بينهم عددا من القتلى. طفل يدرس في ضوء المصباح بسبب منع وصل الكهرباء وجل ما يتمناه حنفية ماء. المضارب البدوية الفلسطينية تتعرض لنكبة جديدة على أيدي قوات العدو الصهيوني. التفاصيل في تقرير لمراسلنا نزار حبش. من دون ماء أو كهرباء ممنوعون من البناء ومحاصرون بأحد عشر معسكر تدريب ومستوطنة. تعيش عائلة ضراغمة في المضارب البدوية وعين المالح في الأغوار الشمالية المحتلة منذ عام 67، وفي ظل غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة يضطر مصطفى ابن الأحد عشر عاما أن يدرس على مصباح في القرن 21. بكره اللوكس، اللوكس بخرب بطفي، بقدرش أكرب عديها على العتمي. لو انه في حنفيه ميه اشرب منها. بدون مياه الانسان ما بقدر يعيش، يعني تاخذنيش الواحد بحتاج كوب الميه بروح بقطع 7-8 كيلو تيحصل عليه، اذا حصل بجوز يقدر او بجوز ما يقدرش. اذا بعرف اي انسان بقدر يعبيه من عنده، ما عرفش حياته صعبه صعبه. فعلى بعد 15 كيلومترا شرق طوباس وفي داخل منطقة مصادرة للتدريبات العسكرية لجيش العدو الصهيوني، يتعرض أكثر من 3000 مواطن لنكبة جديدة. 13 تجمعا بدويا وقرية طرد معظم سكانها وهدمت خيامهم وصدرت منهم، لكن أبناء المالح والمضارب البدوية ما زالوا مصرين على البقاء، فبعد عمليات الهدم ينهضون من جديد. عندنا 13 قرية فلسطينية موجودة دمرت عام 67 وكما أعاد الفلسطينيين العودة إليها، ليس سنويا يتعرضوا للهدم، يوميا هنالك عمليات هدم. خلال 2013-2014 700 خيمة ومنشأة فلسطينية هدمت من قبل جرافات الاحتلال. في 2014 فقط لغير عنا 375 إخطار ما بين وقف بناء وما بين إخطار ترحيل وما بين إخطار هدم. واستخدم العدو شتى الوسائل والأساليب لتهجير السكان في منطقة المالح والمضارب البدوية، إذ منع السكان من التواجد في 80% من الأراضي وجفف ينابيع المياه وحولها لصالح المستوطنات، ومنع بناء المدارس والمستشفيات، وحول حياة السكان إلى جحيم بسبب مخلفات القنابل والدبابات التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، وذلك ضمن خطة ممنهجة لتفريغ الأغوار الشمالية من سكانها الأصليين. بوجودهم هنا يحافظون على الأرض الفلسطينية من السرقة الصهيونية، ومع ذلك على قناديل الكاز يدرسون، مياه ملوثة يشربون، وفي أرضهم مقموعون ومهجرون. من الأغوار الفلسطينية المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد.
عندما يتحول لون القمر من الأصفر إلى البرتقالي ثم إلى الأحمر الدموي. حركة نادرة في السماء سجلتها أجهزة الرصد في الأمريكيتين حينما عبر القمر من أمام مركز ظل الأرض مسجلاً خسوفاً كاملاً أخذ فيه لونه يتغير من البرتقالي إلى الأحمر الدموي فالبني. واستمرت عملية الخسوف الكامل 3 ساعات تحرك فيها القمر في ظل الأرض بدءا من الساعة 7:06 بتوقيت غرينتش، وقد غلفه وهج أحمر. وشهد الخسوف الأول لهذا العام في معظم أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ويمكن المراقبين في شمال غربي أفريقيا والنصف الشرقي من أمريكا الجنوبية رؤية الخسوف، لكنهم لن يتمكنوا من رؤية بعض المراحل لأنها ستقع بعد أفول القمر. واكتمل الخسوف في الساعة 8:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني. وستحدث 3 ظواهر أخرى خلال عام 2014، وهي الكسوف الشمسي السنوي في 29 نيسان، وخسوف كلي للقمر في 28، وكسوف جزئي للشمس في 23. والآن إلى عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأربعاء 16 نيسان 2014، ونبدأ مع النهار. السلسلة وهيئة التنسيق على طريق الجلجلة، النواب تواطؤوا فعرضوا الرئاسة للتأجيل. النظام يدخل حمص القديمة، أول الصواريخ الأمريكية للمعارضة. في عناوين السفير وقائع صفقة التأجيل بين السنيورة وعون، طارت السلسلة وفتش عن الرئاسة. أمر ملكي سعودي بإعفاء الأمير بندر من منصبه. مصر منع الإخوان من خوض الانتخابات. أما في الأخبار، الأجهزة الأمنية تبحث في لبنان عن سيارات فخخت في يبرود ورنكوس. طارت السلسلة. بندر خارج الخدمة نهائياً. في عناوين الأنوار، لجنة نيابية لإعادة درس السلسلة والنقابات تواصل الإضراب. 65 نائب في من 14 أذار وكتلة عون أيدوا، ومعارضة من أمل وحزب الله. المعارضة الأحياء القديمة في حمص مهددة بالاقتحام. بالانتقال إلى الديار وعناوينها، التنسيق النقابية تدعو لإضراب شامل اليوم، والمدارس الكاثوليكية لن تشارك. تكتل الحريري وعون وجملاط والجميل وجعجع تبنوا تأجيل السلسلة 15 يوما. جملاط يرشح حلو للرئاسة، واجتماعات المستقبل في الرياض لم تحدد الموقف النهائي. وداع مهيب في شعث وكفر صير للشهيدين حمزة الحاج حسن ومحمد منتش. في المستقبل، المطلوبون يستسلمون في الشمال ويتوارون في البقاع. السلسلة تخرج من نفق التسرع. أبو فعور يكشف للمستقبل خطة مستشفى الحريري. صواريخ تاو الأمريكية بيد المعارضة، ومجلس الأمن يستعرض فظائع النظام. السعودية تدعو إلى الحزم في مواجهة الأسد. أما في عناوين البناء، الحملة الدولية على سوريا تتعاظم مع دنو ساعة حمص وتأمين طريق دمشق الساحل. لبنان يشيع شهداء المنار والسلسلة، وهل يبشر بكتلة بكتلة رئاسية تكسر الثنائية النيابية؟ إذن تصحيحا للبناء، وهل يبشر بكتلة رئاسية تكسر الثنائية النيابية؟ موسكو تحض الأمم المتحدة على مواصلة محادثات جنيف. بوتين لأوباما كييف تتجاهل مصالح الناطقين بالروسية. في اللواء لهذا اليوم، السلسلة تتقهقر عند عتبة المجلس، والتنسيق ترد بالإضراب. مداخلة السنيورة تفتح الطريق للجنة الأسبوعين، وأمل وحزب الله يقاطعان. صواريخ لاو للمعارضة، والنظام يتقدم بحمص القديمة. مجلس الأمن يدرس محاسبة الأسد وموعد الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل. ننتقل إلى أبرز عناوين البلد، وفيها وداعا حمزة الحاج حسن شهيد الكلمة الحرة. مجلس النواب يفتتح التأجيل والسلسلة تأتي. الجيش السوري يدخل إلى بلدة تعسال الورد. إعفاء بندر بن سلطان من منصبه. أما في الجمهورية، ترحيل الاستحقاق الرئاسي إلى أيار مهما. وأيضا في الجمهورية، تشكيك روسي في انعقاد جنيف الأوكراني. المعارضة السورية، حصلنا على 20 صاروخ تاو. في الحياة، القوات الحكومية تقتحم حمص المحاصرة، وفرنسا تمهد لمشروع الإحالة على المحكمة الجنائية.
الرياض نظام الأسد يتحدى العالم. الناتو والاتحاد الأوروبي يراجعان التدابير العسكرية. كييف تتحرك لتصفية الانفصاليين وموسكو تحذر من حرب أهلية مخيفة. إعفاء بندر بن سلطان من منصبه. البرلمان اللبناني يؤجل 15 يوما إقرار سلسلة الرتب والنقابيون يضربون. أخيرا مع الشرق الأوسط، إعفاء الأمير بندر بن سلطان بناء على طلبه. تكليف الفريق أول ركن يوسف الإدريسي بمهام رئيس الاستخبارات السعودية. دعا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري إلى إجراء حازم ضد النظام السوري. سعود الفيصل لا وساطة حقيقية مع قطر، وليحل المالكي مشكلة العراق. اختطاف السفير الأردني لدى ليبيا لمقايضته بمتطرف. كان في النشرة تمويل السلسلة رحل أسبوعين والتنسيق ترد بالتصعيد. ثورة حتى نقدحونا. شهد الواجب إلى المثوى الأخير. وشهادات زملاء في الشهادة. اللي بيوقف بصيدنية بيضرب التحية للعذراء، بدنا نضرب له التحية. في الخاص، هل تطيح السياسة الرئاسة؟ أمل؟ طبعاً في أمل، ولا عم تحكي مع حركة أمل. الجيش السوري يتقدم على غير جبهة. وكان في النشرة خسوف للقمر بلون الدم الأحمر. هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.